امتحانان في زمن الفيضان. الأول قدري اجتازه المكلومون بنجاح تحصيلا لدروس الصبر والصمود، أما الثاني فهو أكاديمي يخص فلذات الأكبات ويؤهل لدخول الجامعات. على وقع نداء البداية خرجت التلميذة النجيبة علياء من بيت وإن كان لذوي قربة، لكنها لم تألفه بعيدة عن بيتها الذي فارقته غارقا في حيطانه. معادلة بين قسوة الواقع وأفق المستقبل، يحاول الأب خلف الله أن يفك عقدتها. الحمد لله يعني جاءنا مكسر البيوت وقدرت أطلع جزء من الكتب، جزء ما طلعته ما كنت يعني أنه متخيل أنه حنمتحن، كنت متخيل أنه حيأجلون الامتحانات. طالبات ديلا كانوا يعني خاشين على الامتحان وهم معنوياتهم منهارة شديد، لكن إحنا قبل يوم من الامتحان يوم السبت الناس قعدت على أساس أنه تهيئ لهؤلاء الطالبات والطلاب أنه يقدروا يؤدوا هذا الامتحان، لأنه امتحان مصيري، امتحان الشهادة السودانية. بعد رحلة شاقة بالمركب بين دهاليز القرية وصلنا إلى بيت علياء. في واحدة من هذه الغرف كانت علياء تستذكر دروسها بجد وتستعد لخوض امتحانات الشهادة السودانية. تعبت على البيت ده وبنيته وشيدته، هي قارية تربية وفي إنها تبقى أستاذة وتدرس الأجيال، وإن شاء الله تساعدني في بناء البيت. قرشي وحيدا في وسط أطلال منزله المغمور بالمياه، يتحرك في أرجائه مثقلا بشجون غيابه عن ابنته في يوم الجلوس لامتحان الشهادة السودانية. أنا لسه ما شفتها لأنه مع صاحبتها. الحمد لله. الحمد لله. يعطيك العافية. تسلم. سعد الدين حسن، الحدث من قرية سردية الشقالوة نهر النيل.